لك تحياتي أحمد وللسادة المشاهدين بالطبع من داخل انطلاق المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي في نسختها الأولى. بالطبع يعني دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصري كان حاضرا يعني مع نظيره السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات والتقنية المعلومات السعودية. كان حاضرا أيضا عدد من ممثلي الحكومات ورواد الأعمال من الجانبين وعدد من الشركات وعددهم 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية. يهدف المنتدى إلى خلق فرص جديدة للشراكة وتكامل الأعمال بين الشركات المصرية والسعودية وقطعات الأعمال المختلفة السعودية وتحفيز الاستثمار بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي في خطوة وتنفيذ استراتيجيات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين العام 2030. تم توقيع منذ قليل مذكرتي تفاهم ما بين الشركات المصرية والسعودية لتحقيق تلك الأهداف التي تهدف لها ذلك المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي في نسختها الأولى. وقد تضمنت فعاليات المنتدى 4 جلسات يتخللها ورش عمل بين الشركات المصرية والسعودية. الجلسة الافتتاحية كانت عن دور الحكومة في تحقيق استراتيجية 2030 في الأسواق المصرية والسعودية، وأيضا قد تناولت عدد من الموضوعات التي تخص الشركات الرائدة خاصة أو الشركات الناشئة يعني خاصة التي تنمو بسرعة كبيرة تشمل لمدة 3 سنوات بحضور عدد من رواد الأعمال ومسؤولي عدد من صناديق الاستثمار من الجانبين. أيضا تضمنت الفعاليات أثر التكنولوجيا المالية على تلك الشركات الناشئة والأهداف والتحديات التي تواجهها تلك الشركات. وأيضا هناك يعني من ضمن الموضوعات التي نوقشت في الفعاليات في تلك الجلسات التي يعني ما زالت حتى هذه اللحظة شغالة في القاعة في الداخل هو الدور المحوري للمرأة في الارتقاء بالمجتمع الرقمي ودورها الرئيسي في جميع الأمور وعلى جميع الأصعدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي بالطبع فيما يهدف بتحقيق استراتيجية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030. كان هذا كل ما لدي الآن من هذا المنتدى المصري السعودي للاتصال الرقمي للاقتصاد الرقمي في نسختها الأولى والذي يعقد لأول مرة في القاهرة. هنا إليك الكلمة مرة أخرى أحمد. شكرا جزيلا لك سارة عبد الله مراسلتنا على الهواء مباشرة منضمة إلينا من وقائع انعقاد فعاليات المنتدى المصري السعودي الأول للاقتصاد الرقمي. أشكرك شكرا جزيلا.